هذا وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على تحقيق كافة أشكال الاستقرار ومن بينها الاستقرار في أسعار الطاقة، والتي كانت لترتفع في الظروف العادية لولا تدخل الدولة بدعمها. وأضاف الرئيس السيسي أن التحديات والأزمات تولد فرصا عظيمة، وأن توطين الصناعة يضمن استمرارية المنتجات وعدم تأثرها بالتحديات. أنا هدفي اللي بقوله ده لكل الحاضرين دلوقتي موجودين معانا هنا من رجال الصناعة، واللي احنا بنقول ان احنا مبقاش عندنا وقت نفقده اكتر من كده في الدراسات. في ايه؟ في الموضوعات المحسومة. في الموضوعات المحسومة، انت تفتكر في حد هياخد طاقة ارخص من الطاقة اللي انت تاخدها في مصر؟ لا بجد، لا فاهم، مفيش غاز او كهرباء. انت عارف ان لو سعرت الكهرباء النهاردة على التسعير الحقيقي ممكن تضرب الرقم اللي بتدفع دلوقتي 10 مرات، يعني وده مش هيحصل. احنا حريصين على الاستقرار، استقرار كل حاجة. انا مش بقول كده برضو تاني عشان اللي بيسمعوني، بس انتوا بتضيعوا وقت كتير قوي، انتوا بتضيعوا وقت كتير قوي وفرصة كبيرة جدا. واتصور ان اي تحدي موجود عندنا دلوقتي في مصر وخلال السنين اللي فاتت، كان انا اتصور ان التحدي بيولد فرصه، بيولد فرصه مش بيولد عقبه زي ما الناس متصور. لا والله، التحدي بيولد فرصه والازمه بتولد فرصه. لو احنا كان عندنا عندنا الاراده والاستعداد،